السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي متابعي قناة تيك جولد. كما وعدناكم في الفيديو الماضي أن الإثباتات السحب المواقع التي قمنا بشرحها في الأسابيع الماضية حاضرة معنا هذا اليوم. قبل خوض التفاصيل نتمنى منكم دعمنا بتاخد زر السبسكرايب ولايك، ولا تنسوا زيارة موقعنا أو مدونتنا على الويب. اليوم المواقع الثلاثة موقع معروف جدا، هناك إثباتات في العديد من القنوات عن مصداقيته. الآن لدي فيديوهين أو موقعين اليوم. موقعي اليوم سيكون هو موقع الأول الألماني مينغاس بلاتس دو، يعني الموقع الألماني الشهير الذي يمنحنا اليوروات، يدفع عبر اليورو أو عن طريق اليورو. لاحظوا 4 أورو من خلال هذا الموقع يمكننا الربح العديد من الأموال وجمع رصيد المال. لاحظوا، هذا هو إثبات هذا الموقع. سأبدأ الموقع الألماني. لاحظوا، سأفتح إثبات السحب الذي وصل إلي إلى بطاقتي في البيسيرا. هذا الموقع 100% صادق. نصحت المتابعين الكرام في العديد من المرات أن يستعملوا هذا الموقع لكي يحققوا أرباح جد بسيطة عبر هذا الموقع الرائع. إثباتات الشرح اليوم سيكون خاص للإثباتات الدفعات التي تلقيتها في حسابي في البايسيرا، ولدي حساب سأوضح لكم أيضا إحدى الإثباتات السحب في الباير. أنتظر فقط تفتح معي هذه النافذة. أعاني من ثقل في هذا الجهاز، أصبح الجهاز سيء جدا. عموما ننتظر فقط قليلا، ستفتح معنا نافذة إثبات الدفع هذا الموقع، موقع المينينغ سبلات دو، يعني الموقع الألماني. هذا، عفوا، هذا ليس هو، هذا الإثبات الثاني. هو، لاحظوا الحساب الخاص بي في البايسيرا هي 16.30 أورو من موقع مينكس سبلاتز الألماني دو، هي 16.30. الآن سأتحول إلى الموقع لكي ترون أن الموقع قد أرسل لي هذا المبلغ، لكي فقط من باب التحقق. لكي الحمد لله، القناة الخاصة بنا دائما تقدم الشروحات للمواقع الصادقة، ونتحدث كان صدق. أي شخص لم يستلم أي دفعات الخاصة به من خلال المواقع التي شرحناها، الخلل من عنده أو ربما من الحسابات الخاصة به البنكية. عموما هذا الموقع 100% صادق، لهذا أنصح الجميع الاستفادة والعمل من خلال هذا الموقع. لاحظوا، 4 أورو في 40 دقيقة، يعني تستطيع الحصول على ربح 4 أورو. يعني الذين يعانون من عدم الحصول أو عدم الربح من الإنترنت فقط من خلال هذا الموقع، صراحة ستجنون الكثير الكثير من الأموال. هذا الموقع الأول. لاحظوا، هذا هو حسابي ضمن هذه المنصة. لدي الآن 0 أورو لأني حاليا غير لم أعمل في هذا الموقع، لدي انشغالات خاصة، لهذا لست حاضر من أجل العمل في هذا الموقع حاليا. سأتحاول سأقوم بعمل تراديكيشن، يعني ترجمة، لكي سيليكسيون لونغ، نقوم بوضع اللغة الفرنسية لكي نرى. سأتحول مباشرة إلى، لاحظوا، كريديتي جيري لو كريدي، يعني معاينة الأرباح. هنا يطلب فقط منكم إدخال بياناتكم لكي يتحققوا أن هذا الموقع خاص بكم. سيقومون بإرسال كود خاص إلى حسابكم، أن هذا الموقع محمي جدا من أي محاولة تحايل عليه. لهذا أنصح الجميع أن يقوم بالعمل. لاحظوها، هو تحقيق ملكية الحساب. نقوم فقط بنسخ هذا الكود كي نقوم بالولوج إلى موقعنا، ونضعه في مكانه. ونضغط على كونفيرمي هكذا، كونفيرمي هكذا، وسيفتح معنا الموقع.
ادخل معنا مباشرة إلى واجهة الموقع. لاحظوا قد قمت بإدخال بياناتي، لاحظوا هذا هو الرقم الخاص بي في بنك باسرة، هذا هو الكود السويفت، يعني الكود المخصص بالمتعامل البنكي، وهذا اسمه اللقب الخاص بي. لاحظوا عند النزول إلى الأسفل، عفوا هنا لا يوجد أي شيء، نضغط هنا على فار ان دون دو كريدي، يعني عفوا نضغط هنا التبرع بالمال. يقول هنا يضع لكم مؤسسات الخيرية التي تريدون التبرع لها، انتظر فقط، نضغط على $0 او €0، عفوا، وستفتح معنا مواجهة ستاتيتمنت، يعني الحساب أو آخر المعاملات البنكية التي قمت بها. لاحظوا هنا، لاحظوا ها هي 16.30 أورو وصلت إلى حسابي ضمن هذا الموقع. يعني صراحة هذا كل شيء، الموقع صادق 100%، بالإثبات بالدليل أمام أعينكم. الآن ستوجه مباشرة إلى الموقع الثاني، هذا الموقع قد تم توضيحه. سأتحول الآن إلى الموقع الثاني، رابط المواقع كالعادة ضمن أسفل هذا الفيديو. الموقع الثاني أصدقائي هو موقع ريال سكاي، هو موقع معروف ومعروف جدا. الآن سأوضح لكم العديد من الإثباتات السحب التي قد قمت بالحصول عليها من هذا الموقع، الموقع الثاني. عموما شيء آخر أصدقائي، فيما يخص كيفية العمل في الموقع الألماني، لدي فيديو في هذه القناة، سأضعه أيضا في أسفل هذا الفيديو لكي تعودون إليه وترون طريقة العمل من خلال هذا الموقع. هذا الموقع الرائع ورائع للمبتدئين في مجال عالم الإنترنت والربح منه. توجه مباشرة إلى إعدادات أو بيانات السحوبات التي تلقيتها من خلال هذا الموقع. أدخل إلى ويدرو، يعني طلب السحوبات مخصصة لي في هذا الموقع. فقط أصدقائي عليكم مشاهدة الفيديو إلى آخر ثانية لكي تفهموا طريقة العمل من خلال هذه المواقع. لدي بطء في الإنترنت، نعتذر. سأحاول فتح الموقع الأخير، الموقع المعروف الشهير وولف أب. هنا فقط ندخل إلى طلب المال، هنا تجدون تفاصيل السحوبات التي تلقيتها من خلال هذا الموقع. لاحظوا لدي الآن $0.44، الآن توجه إلى الأسفل، لاحظوا هذه كلها إثباتات السحب المخصصة لي، 5.23 أورو، 2.2 أورو، عفوا $2، 5.23 دولار، $2.22، العديد من السحوبات التي وصلت إلي في الباير أو من خلال البايسر الخاصة بي. سأبحث مثلا، هذا سأتحول مباشرة إلى هذه لاحظوا هذه المخصصة بريال سكيل، لاحظوا 2.70 أور وصلتني من هذا الشخص صاحب الموقع أو من أحد عاملي ضمن الموقع.
الآن فيما يخص موقع جولف، لاحظوا لدي جولف أب 1.90 أورو، لأن التعامل في البطاقة القصيرة تعامل مع اليورو، يعني هذه المعاملة 2.02 أورو هي 2.02 دولار، هي عبارة عن 1.90 أورو من هذا الموقع جولف أب. هذا هو الشرح أصدقائي. طريقة السحب سهلة جدا، نضغط على Request Payout وستحصل على الدفعات المخصصة بكم. هنا أيضا نفس الشيء، توجه هنا تكتبون البيانات المخصصة لكم. كما ترون لدي 2 دولار حاليا في طريقة السحب من خلال هذا الموقع. تقومون فقط بإدخال بياناتكم ضمن هذا الموقع. هنا في حساباتكم ضمن هذا الموقع كل البيانات المخصصة لكل المواقع الثلاثة سأضعها لكم أسفل هذا الفيديو. فقط تكرار الروابط أو وضع الروابط مرة أخرى بسبب ربما الذين التحقوا بنا في هذه القناة. نتمنى أن تدعمونا كالعادة بضغط زر سبسكرايب ولايك ودعمنا. هنا تضغطون على سيتينج، هنا تكتبون أصدقائي نوع التعامل أو البنك الذي تريدون السحب من خلاله، بايسيرا، باي بال، الكارت إيدوم الخاصة بالجزائريين، العديد، موبيل، جوزي، أوريد، المتعاملية، هواتف النقال، بطاقات جوجل بلاي، والعديد العديد من البنوك. هنا تضعون الإيميل المخصص بكم هنا وتقومون بعمل ريجستري. لاحظوا هنا تكتبون الإيميل وتكتبون ريجستري او سيبمي، ويقوم الموقع بالتعديل وعند وصولكم الى القيمة الدنيا وسيدفع لكم بعد ضغطكم على الويدرو. هذا هو شرحنا اصدقائي لهذا اليوم، 3 مواقع باثبات سحبها او اثبات السحب من خلالها او اثبات السحب لهذه المواقع. هناك موقع رابع أريد أن أضعه لكم لكي تعملوا أيضا من خلاله، يشبه الموقع الألماني مينيتسيس بلاس دو. هذا هو الموقع سأضعه لكم، هذا هو الموقع، موقع أيضا صادق وموقع مبرر، الموقع جيد أصدقائي. أيضا يمكنكم جمع رصيد مال من خلاله، لاحظوا هنا تجدون، لاحظوا ادفع أيضا عبر اليورو، 8 دقائق تتحصلون على نصف أورو تقريبا من خلال هذا الموقع. عموما هذا هو شرحنا أصدقائي لهذا اليوم، أتمنى أننا كل شروحاتنا التي وضحت إثباتات الدفع فقط من أجل التأكد حول مصداقية القناة و الشروحات التي نقدمها كل مرة. وندعو أيضا أو نطلبكم أن تدعمونا بمشاركة الفيديوهات القناة في المنصات التواصل الاجتماعي لكي يستفيد أصدقائكم معكم. هذا هو شرحنا أصدقائي، إلى اللقاء في قادم شروحات.